السلام عليكم متابعينا وفيديو جديد. يلا لو لسه ما عملتيش فانوس رمضان يلا نعمله مع بعض، مش هياخد معاكي 10 دقايق، ومنها هتفضحي ولادك. فانوس سهل جدا ومش هياخد معاكي وقت، وجمعي ولادك حواليك واعمليه. فانوس ممكن تعمليه بالورق الملون او الورق العادي، سهل جدا. يلا بينا ندخل على الطريقة، وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنحتاج في عمل الفانوس بتاعنا هنحتاج 36 ورقة، ورق عادي ورق ملون اللي عندك. هنا احنا عملناه بالورق الملون، وطبعا زي ما احنا شايفين هنحتاج 36 ورقة، هنقسمهم نصين 18 و18. هنتني كل جزء زي ما احنا شايفين مع بعض، هنتني كل جزء. وطبعا هنا الورق الملون بيكون ورق سميك شوية، فلازم تضغطي عليه كويس عشان ينتنى معاكي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنجيب خيط، او لو الافضل طبعا في عمل الفانوس تجيبي خيط سميك شوية. انا في البداية زي ما انتوا شايفين جربناه بخيط عادي اللي هو الخيط بتاع الملابس، ولكن طبعا النتيجة ما كانتش حلوة، لما تيجي تربطيه مش هيبقى حلو. فكانت دي كانت البداية، ولكن طبعا بعد كده عملته بخيط سميك شوية. الخيط السميك بيبقى أحسن في عمل الفانوس وهيسهل عليكي في العمل. هندخل الخيط في ما بين الجزئين من النص وهنبتدي نربط. طبعا اللقطة دي هتشوفوها بعد كده اللي هو الخيط السميك. في الفانوس بتاعي احنا عملناه بطريقتين، كل فانوس هيبقى ليه شكل مختلف، ولكن ده بيعتمد على القصة اللي هنقصها بعد كده. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الخيط السميك كان افضل، ده طبعا عشان تستخدمي الخيط السميك على طول، ما تدوخيش نفسك بخيوط رفيعة، فهو طبعا الخيط السميك هيبقى اسهل معاكي في العمايل. بعد كده بعد ما عملنا الفانوس، هنا بقى في اول طريقة للفانوس، هتخلي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت نفس المقاس، والجزء اللي في النص هيكون اكبر منهم شوية. يعني لو عملتي 2 سنتي تحت و2 سنتي فوق، في النص يبقى 4 سنتي، وطبعا بيكون اكبر. ده في اول فانوس احنا هنعمله، ولكن في تاني فانوس احنا هنعمله هيكون التلات اجزاء متقسمين زي بعض بالظبط، وطريقة تانية الفانوس هتكون مختلفة عن الفانوس الاول. طريقة الفانوس التانية هسيبها لكم في اخر الفيديو، ودي الطريقة الاولى للفانوس. هنا قسمنا زي ما احنا شايفين، قسمنا الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق قد بعضه، والجزء اللي في النص هو اللي هيكون كبير شوية، وهنبتدي نقص كل اجزاء الورق زي ما احنا شايفين. وطبعا واحنا بنقص لازم نحاول يكون كله موازي بعضه، كله على نفس المستوى طبعا، عشان ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. حاولي ان انت وانت بتقصي يكون الفانوس كله على نفس المستوى. هنبتدي نقص كل الاجزاء مع بعض زي ما احنا شايفين بنفس الشكل كده. هنخلص اول جزء وبعد كده هنعمل اول جزء. حلاوة الفانوس وانت بتعمليه ان تقعدي ولادك جنبك وتخليهم كل واحد حتى لو بأي ورق قديم عندك في البيت ان هم يشاركوكي فيه، وطبعا كل طفل يعمل فانوسه بايده، وممكن بعد كده حتى لو بالورق العادي ورق اللي هو الكتب العادية ممكن بعد كده يمسك الفانوس بتاعه ويلونه على ذوقه، وطبعا هيكون هو فانوسه، وبالتأكيد يعني هيكون الفانوس ده مفضل لانه هو عمله بايده، فطبعا هيكون فكرة حلوة لولادك. وطبعا بما اننا كلنا قاعدين في البيت فهتكون هتعجب ولادك المشاركة دي. بنفس الشكل كده قسمنا كل الاجزاء، وهنشوف بعد كده هنتني الاجزاء كلها على شكل مثلث. وانت بتتني اهتمي ان انت تضغطي جامد على الورق عشان يكون متني كويس. هناخد حوالي نص الاجزاء ونص جزء اللي هو زي ما احنا شايفين، خدنا نص الورق وضغطنا عليهم جامد، والتانيين هيكونوا عكسهم بالظبط، يعني مش هيكونوا كلهم على نفس المستوى. هناخد جزء من ناحيه اليمين وجزء تاني ناحيه الشمال زي ما احنا شايفين بنفس الشكل اللي احنا شايفينه، هيكونوا عكس بعض بنفس الشكل، وطبعا هتضغطي عليه جامد عشان الورق يبقى متني معاكي. زي ما عملنا في كل ناحية هنعمل في الناحية التانية بنفس الشكل.
وهنضغط عليه ضغطة جامدة عشان يظل واخد اللي هو الشكل التانية اللي احنا تنيناه. هنا بعد كده بعد ما هنتني كل الأجزاء، هنتني كل أجزاء الفانوس، هنتني كمان الأجزاء اللي في النص، وهنتني الأجزاء السفلية للفانوس، وبعد كده هو ده يعتبر أهم جزء في الفانوس اللي بعد كده هو أسهل حاجة. خلاص كده تبقى خلصتي الفانوس، هتعملي له بقى هتزينيه أو ممكن تسيبيه زي ما هو، هنشوف مع بعض هنعمل إيه. تنينا كل الأجزاء زي ما احنا شايفين كده، خلاص الفانوس يعتبر انتهى. كل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نفرد الورق بالشكل ده، هنبتدي نفصل كل ورقة عن التانية بنفس الشكل اللي احنا شايفينه، هنفصلهم عن بعض. هنقعد بقى نفصل كل الورق، وطبعا ممكن انت بعد ممكن انت في البداية تعملي كل الاجزاء اللي هي الاساسية في الفانوس وتسيبي ولادك هم اللي يفصلوا الورق بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا هيفصلوا هيستمتعوا بفصل الورق، وطبعا هيطلع معاهم الشكل النهائي للفانوس، والشكل ان شاء الله هيعجبهم جدا. هنفصل كل أجزاء الفانوس، وطبعا بنفس الشكل زي ما فصلنا تحت هنفصل فوق، وهيدينا الشكل النهائي للفانوس ده. أول جزء فصلناه مع بعضه، وهفصل بقية الأجزاء وهرجع لحضراتكم. انا حاولت الفيديو يكون بطيء شوية عشان طبعا لو ابنك او بنتك بيتفرج على الفيديو وبيعمل الفانوس بايده يكون سهل عليه وهو بيتفرج، بيكون ويكون يعرف الفانوس بيتعمل ازاي بالظبط. فطبعا زي ما احنا شايفين فصلنا الاجزاء كلها من تحت، وفصلناها من النص، وهيدينا الشكل النهائي للفانوس زي ما هنشوف. كده لو تلاحظوا ان شكل الفانوس ابتدى يظهر خلاص زي ما احنا شايفين. بعد كده هيبقى لنا الجزء اللي فوق هنبتدي نفصله بنفس الشكل اللي احنا عملناه، بنفس الشكل هيتفصل معانا وهيدينا الشكل النهائي للفانوس. ممكن الفانوس في النهاية ممكن تزينيه بأي حاجة عندك، لو انت حابة تزينيه ممكن طبعا تسيبيه زي ما هو كده وتحطي حواليه فرع نور، بيبقى ديكور حلو لشهر رمضان، وطبعا بيبقى متعة للأولاد بالشكل. وكمان الشكل الورق الملون بيدي شكل الفانوس أفضل من الورق العادي. أنا الحقيقة عملنا واحد بالورق الأبيض كان شكله حلو، ولكن طبعا الورق الملون بيدي شكل أفضل للفانوس. وهنا زي ما احنا شايفين يعتبر الفانوس خلاص انتهى بنفس الشكل ده، وده أول فانوس عملناه زي ما احنا شايفين. هنا الفانوس من قدام حاولنا يكون طبعا الألوان تكون مختلفة وشكله سهل وبسيط زي ما احنا شايفين. بنفس الشكل ده وهزينه لكم في نهاية الفيديو. ولكن طبعا دلوقتي هندخل على طريقة الفانوس التانية، هنعمل نفس اللي احنا عملناه في الأول فانوس. هنجيب برضو 36 ورقة وهنتنيهم النصين، هنتنيهم وبعد كده هنجيب نفس الحكاية الخيط وهنربط من النص. ولكن طبعا زي ما ذكرنا وقلنا ان الفانوس التاني هيكون التلات أجزاء قد بعض، يعني لو 3 سنتي هيبقى النص 3 سنتي وفي الآخر 3 سنتي. وأما تيجي تتني الفانوس زي ما احنا شايفين الجزء السفلي والعلوي متنيين على شكل مثلث، ولكن الجزء اللي في النص معمول على شكل مربع بنفس الشكل أو شكل مستطيل، فبيدي شكل مختلف للفانوس زي ما احنا شايفين كده بنفس الشكل. وكده الفانوس التاني كمان انتهى. ده فانوس من الورق كان سهل طبعا في العمايل، ممكن تخلي ابنك او بنتك يعملوه. ودول الفانوسين اللي احنا عملناهم مع بعض، فانوس بجد جميل وشكله حلو. ممكن نزينه بقى بعد كده، ممكن نزين الفانوس مع بعض بلزق زي ده، لزق على شكل اشكال. ممكن ناخد مثلا نعمل حروف الفانوس الاولاني، ممكن نعملها بالورق ده، هيدي منظر حلو للفانوس ولمعه في الضلمه حلو.
وبعد كده هنحط بقى الانوار اللي عندنا حوالين الفانوس وهنقدمه للاولاد، وطبعا هيبقى ديكور جميل. هنحط التزيين من فوق وهنحط التزيين من تحت، وهسيبكم مع الفينش النهائي للفانوس. واتمنى يكون الفانوس عجبكم، وما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناه ودعمكم لنا باللايك، واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالشير. والسلام عليكم ورحمه الله، وكل سنه وانتم طيبين.